وداد شحال تربح؟ جوج لواحد. الوداد وقع الرجاء خاسرة. محمد أمين من الجزائر، توقع تعادل. خويا أنا ودادي وكنتمنى الوداد تفوز في الدير. كنتوقع الوداد البيضاوي. الوداد غتربح إن شاء الله 2-0 إن شاء الله. فوز الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال، واخا رغم الظروف الأزمة اللي عايشينها. في الدربي خويا صعيب توقع، ولكن كنرجح كفة الفوز للوداد البيضاوي، كأنني ودادي 2-0 إن شاء الله. الهجوج إيفونا وفابريس أندام.